السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن موبايل جديد شركة اوبو اعلنت عنه، وانا بتأسف اتكلمت عنه متأخر شوية. وانا هنا بتكلم عن موبايل اوبو اف 25 برو اللي بيجي فعلا بمواصفات ممتازة جدا، وبتعتبر الافضل للفئة السعرية اللي بيجي بيها اللي هي بداية الفئة المتوسطة، يعني سعره كويس ورخيص. فعايزك تركز معايا عشان فعلا هتنبهر بالموبايل دوت. اول حاجة نبدأ بيها هي الهيكل. طول الموبايل دوت 161 ملي، وبعرض 74 ملي، وبسمك 7.5 ملي، والوزن عامل حوالي 177 جرام، والظهر بتاعه بيجي مصنوع من البلاستيك مع فريم من البلاستيك، وبدعم تركيب شريحتين اتصال مع دعم شبكات ال 5G. وبالنسبة لصوت الموبايل الخارجي فبيجي أحادي واستغنى عن مدخل 3.5، والبصمة بتاعته بتيجي تحت الشاشة، وبيجي مع معمارية IP65 يعني مقاومة للأتربة ورذاذ الماء فقط. اما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع اموليد بمساحة 6.7 بوصة مع نسبة استحواذ بتوصل ل 90% وبدقة 1080 في 2412 بكسل وبأبعاد 20 الى 9 ومع كثافة بكسلات 394 بكسل لكل بوصة، وبتيجي بقوة اضاءة بتوصل ل 1100 شمعة ومع معدل تحديث عالي واللي هو 120 هرتز، وبتدعم كمان المليار لون وتقنية ال HDR10 بلس، وبيجي عليها طابة حماية من نوع باندا جلاس. ودي شاشة متكاملة، انا مش شايف ناقصها اي حاجة، كل حاجة فيها موجودة. اما بقى بالنسبة للرام والذاكرة فالموبايل دوت بيجي بنسختين، الاولى 128 جيجا مع 8 جيجا رام، والتانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام من نوع UFS 3.1 وبدعم تركيب ميموري كارد. اما بقى بالنسبة للسوفت وير والمعالج فالموبايل دوت بيجي بنظام تشغيل اندرويد 14 مع واجهة كولر OS 14 مع معالج ميتاتيك ديمنسيتي 7050 بمعمارية 6 نانو، والتردد بتاعه بيوصل ل 2.6 جيجا هرتز مع معالج رسومي مالي G68. وبالنسبة لي يعني اداء المعالج دوت فده معالج محترم جدا، هديك اداء جبار بسبب قوة الانوية وكارت الشاشة، يعني برامج والعاب مش هيأثر معاك، وفي نفس الوقت هيحافظ على البطارية بسبب معمارية التصنيع اللي هي 6 نانو. وندخل بقى على الكاميرات. الموبايل دوت بيجي بثلاث كاميرات خلفية، الاولى بدقة 64 ميجا بكسل فتحة عدسة f1.7، والكاميرا التانية بدقة 8 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.2، وديت كاميرا الترا وايد بتصور بزاوية 112 درجة، والكاميرا التالتة بدقة 2 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.4، وديت كاميرا ماكرو، وبيجي معهم فلاش LED وبيدعموا تقنية البانوراما والـ HDR، وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 فريم وبدقة Full HD بسرعة 480 فريم. اما بقى بالنسبة للكاميرا الامامية فبتيجي بدقة 32 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.4 وبتدعم تقنية البانوراما، وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 فريم. وبالنسبة لي يعني اداء الكاميرات فمن الارقام واضحة ان تديك اداء كويس، ولكن ما اعتقدش هتكون الافضل في الفئة السعرية. اما بقى بالنسبة لباقي التقنيات فالموبايل دوت فيه واي فاي من الاصدار السادس، وبلوتوث من اصدار 5.2، ومعهم كمان GPS وتقنية الاي ار، لكن ما فيهوش راديو ولا تقنية NFC. وندخل بقى على البطارية. البطارية بتاعت الموبايل دوت بتيجي بسعة 5000 ملي امبير وبسرعة شحن 67 واط مع شاحن من نوع تايب سي 2، ويدعم كمان خاصية الاوتو جي. وانا عايز اقول لك هتشحن البطارية من 0% في حوالي 48 دقيقة، ودي حاجة ممتازة جدا، البطارية وسرعة الشحن متناسبين مع بعض. وبالنسبة للالوان فالموبايل دوت بيجي بلونين، الازرق والاحمر. واخيرا سعر الموبايل. الموبايل دوت اتعلن عنه بسعر 290 دولار يعني حوالي 9000 جنيه مصري، ودوت السعر الرسمي من غير الجمارك او الضرايب او اي اضافات تانية ممكن تضاف في مصر، وفي دولة السعودية عامل حوالي 1090 ريال سعودي، وفي دولة الجزائر عامل حوالي 39000 دينار جزائري، وفي دولة العراق عامل حوالي 380000 دينار عراقي. وديت كل التفاصيل من ناحية المواصفات والأسعار، وأنا قلت حاجة بكل وضوح وصراحة، وطبعا رأيك تحت في التعليقات مهم، ممكن يكون إيجابي أو سلبي أو معارض ليا أو متفق معايا، وفي الآخر برضه هيفيد أي حد يقراه. وما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير بما إنك وصلت نهاية الفيديو، والسلام عليكم.